السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، في هذا الفيديو نستعرض وإياكم جانبا من الحياة الدينية عند قدماء اليمنيين. وقبل ذلك أرجو دعمكم ومتابعتكم لهذه الحلقة حتى نهايتها ليكون لها ظهور وعدد مشاهدات أكبر، فأنتم عوني وسندي بعد الله تعالى في إيصال محتوى هذه القناة المتواضعة إلى أكبر شريحة من الناس ليتعرفوا على المزيد من النقاط المضيئة في تاريخ اليمن القديم. المعبود القومي لسبأ، وكان يعد من الآلهة الرئيسة الاتحادية، له مكانة مهمة عند أقوام يمنية أخرى كهمدان وغيرها. ولا نعرف بالضبط اشتقاق الاسم، فقد ورد في المئات من النقوش بكتابات مختلفة، فيكتب في الغالب المقه، ويكتب مقه أو يملقه أو المقت بالتاء المفتوحة. وكانت انتشرت عبادة الإله المقه حيثما انتشر السبئيون، بل نجد عبادته قد تجاوزت اليمن القديم. فمنذ الألف الأول قبل الميلاد نقل السبئيون معبودهم الرئيس المقه إلى الهضبة الأريترية، فأغلب أسماء الآلهة الحبشية تذكر بأسماء آلهة سبئية مثل المقه وهوبس أو هبس وذات بعدن وذات حميم، مع وجود آلهة حبشية أخرى، ويرمز له بالوعل أو الثور أحيانا، وبالهراوة أو صاعقة البرق، أو القرص النجمي، وأحيانا مفصل اليد. لقد بيّنت النقوش السبائية الأهمية الدينية التي حظي بها الإله القومي لسبأ، وما كان له من أثر عظيم في توطيد وترسيخ دعائم الدولة، فهناك رابط وثيق بين الإله والدولة. لذلك نجد السبائيين يتقربون إلى الإله المقه بالقرابين والنذور في معابدهم المختلفة طلبا لتحقيق أمنياتهم، ويشكرون له انتصاراتهم التي تحققت بفضل رعايته وحمايته كما كانوا يعتقدون. أما أهم معابد الإله المقه هو معبد أوام في مأرب، كما بنيت له معابد أخرى في العديد من المناطق السبائية أو تلك المتحالفة معها. الإله عم، المعبود الرسمي للدولة القتبانية، والاسم عم من أسماء القرابة، أطلق على هذا الإله كذلك لتقربه من الناس، فهو بمنزلة العم. ومن خلال النقوش القتبانية نستطيع أن نتعرف على الأهمية التي احتلها هذا المعبود. فالعاصمة تمنع كانت تسمى مدينة قبائل عم، وأهل قتبان يسمون بأولاد عم، وملك قتبان يسمى كبير أولاد عم. وكثيرا ما كان الاسم عم يدخل في الأعلام المركبة عند القتبانيين، وكان القتبانيون يتقربون إليه بتقديم القرابين له حمدا وشكرا، ويقيمون المنشآت بعونه، كما أقاموا له المعابد في المناطق القتبانية. وأهم معبد يسمى لبخ، الذي أنشئ جنوب غرب مدينة تمنع، وله معبد يسمى ضرن في منطقة أمعادية جنوب تمنع، ومعابد أخرى. وكانوا ينعتون الإله عم برعيان وسحرم، كما راحوا يرمزون إليه بشكل هلال وبداخله دائرة، كرمز للتزاوج المقدس بين القمر والشمس في اعتقاد قدماء اليمنيين. يشار إليه بحرف المسند، وهو حرف الهاء رمز البرق، للدلالة على ارتباط الإله عم بالري، كما يرمز إليه أيضا برؤوس الثيران للدلالة على القوة والتناسل، أما قرونها فهي رمز الهلال. الآلهة الشمس، عبد اليمنيون القدماء الشمس. تشير معظم النقوش إلى أن الآلهة الشمس إنما كانت تحتل المرتبة الثالثة بين آلهتهم ومعبوداتهم، غير أن هذه الآلهة عينها كان لها المكانة الأولى لدى بعض الأقوام اليمنية، مثل قبيلة بني جرة الواقعة أراضيها جنوب شرق صنعاء. وقد أشار التنزيل الكريم إلى عبادة الشمس لدى العرب عموما في جزيرتهم جنوبها وشمالها، ولدى الشعوب السامية الأخرى الواقعة ديارها شمالا خارج الجزيرة العربية. ومن ذلك قوله تعالى:
وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. سورة فصلت الآية 37. وقوله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام حينما راح يعرض بأبيه آزر وقومه وهم من الشعوب السامية الشمالية لعبادتهم الشمس والكواكب الأخرى، وذلك في موضع الاستدلال على وحدانية الله جل شأنه: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. سورة الأنعام الآية 78. وكان نصب الشمس أو صنم إلوهيتها عند عرب الجاهلية من المعبودات التي تسمى بها عدد من الأشخاص ممن عرف بعبد شمس، وذلك في إطار ما كانوا يتسمون به من أسماء الأعلام المركبة التي نحوا فيها المنح عينه، كما يبدو واضحا من نحو عبد يغوث وعبد يعوق وعبد العزة وعبد اللات وعبد منات وغير ذلك. أما أهم معبد للآلهة الشمس في اليمن القديم فهو المعبد المعروف بمعبد المعسال الكائن ضمن أطلال مدينة وعلان الأثيلة وبين خرائبها. تلك المدينة التي كانت عاصمة ردمان قديما كان يطلق عليها عليت أي العالية، وثمة معبد آخر لهذه الآلهة الشمس عثر على آثاره في همدان وخاصة في منطقة حقة الواقعة شمال صنعاء. ولفظ الشمس سواء أكان عندهم دالا على ما هو معروف من جرم الكوكب الضخم الذي يضيء نهارا أم على واحد من معبوداتهم المتعددة آنذاك، إنما هو اسم مؤنث عند اليمنيين الأقدمين وعموم عرب شبه الجزيرة، بينما كان يذكره سامي الشمال من الذين كانوا يقطنون أقاليم الهلال الخصيب أي الشام وبلاد الرافدين. ولا شك أن الاختلاف في التعامل مع الشمس تذكيرا وتأنيثا بين الساميين في تلك المواطن وأشقائهم العرب في جزيرتهم إنما يعود إلى طبيعة البيئة الخاصة بهذا الموطن أو ذاك وتأثيرات عواملها في هذه اللغة البشرية أو تلك، لأن كل لغة من اللغات الإنسانية إنما تخضع لوقائع العوامل البيئية في موطنها، وهي عوامل متنوعة طبيعية واجتماعية وحضارية وثقافية. ولعل تذكير الشمس لدى ساميي الشمال فيما نرى أيضا إضافة إلى تأثيرات العوامل البيئية لديهم إنما كان من تأثير قربهم بالآريين ومن ثم تأثرهم باللغات الهندية الأوروبية التي عادة ما تذكر الشمس وتؤنث القمر، على عكس ما هو حاصل في العربيتين الجنوبية والشمالية. فالاستعمالات اللغوية وكل ما يصحب اسم الشمس في سياق التعبير من وسائل وعلامات التأنيث أو أدوات تشير إلى نوع المسمى أو جنسه في العربية الجنوبية إنما تدل بوضوح كما هو الحال في العربية الشمالية تماما على أن الشمس مؤنثة عند اليمنيين القدماء. ومن تلك الوسائل على سبيل المثال: أولا أنهم كانوا يشيرون إلى الشمس بلفظ الإشارة ذات الدالة على التأنيث على نحو قول السبئيين ذات حميم وحميم، والتي تعني عندهم الحرارة الشديدة أو الحر الشديد، وقول القتبانيين ذات بعدا أي البعيدة. ثانيا أنهم كانوا يستخدمون للدلالة على تأنيثها لفظ الكنية المؤنث بالوضع أم أو التم من نحو قولهم أملات، وهذا ما يبرزه لنا نقش كان قد دون على صحيفة من البرونز، حيث يروي هذا النقش أن صاحبه قدم قربانا للآلهة أملات لتحقق السلامة لمولاه يزأن. وكانت أسماء الشمس وأوصافها عند قدماء اليمنيين قد تعددت تبعا لعدد واختلاف المناطق اليمنية آنذاك، فالنصوص المعينية تذكرها باسم نكرح، ولعله هو الاسم ننكرشو عينه الذي كان يطلق على إله اللوركا السومري والبابلي. وكان السبائيون كما ذكرنا آنفا يصفونها بذات حميم، وعلى غرارهم كان القتبانيون يصفونها تارة بذات بعدا وتارة أخرى يسمونها آثرت بمعنى المتوهجة أو ذات التوهج.
وفي وقت متأخر من العهود السالفة التالية شرعوا يذكرونها بالاسم المعروف الدال عليها مباشرة، وهو لفظ الشمس، الذي غدا فيما بعد اسما شائعا ومألوفا لدى العرب جميعا. وكان ثمة من القبائل عند ذلك من اعتبرها معبودا إلهيا خاصا به، فقيل بذلك أنها شمسهم بصيغة الإقرار تارة، أو قيل بصيغة جمع التكسير شموسهم تارة أخرى. ولعلهم كانوا يعنون بهذا الجمع معنى الضياء المدلول عليه بقوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء، سورة يونس، أو بمعنى الشعاع أو الأشعة الصادرة عن الشمس. وكانوا أيضا يرمزون إلى الشمس برموز شتى، فمنهم من رمز إليها بالنسر لما له من سيادة وهيمنة وقوة وشموخ. وكان الحصان كذلك يمثل حيوانها المقدس، فينوب عن الآلهة الشمس، ومن ثم يرمز به إليها.